بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم هو اليوم العاشر من شهر رمضان الفضيل، صح رمضانكم. في الحقيقة هذو الكيسان أنا شريتهم اليوم، ما كانش عندي الكيسان تاع الجازوز، وكنت متمنية نشري كيسان، وعلى بالي بلي كاينين كيسان ما خير من هذو، لكن أنا بالنسبة لي عجبوني هذه الكؤوس، الحجم تاعهم متوسط، وثاني البري تاعهم مساعدني. هذو كيما راهم هكذا 6 ب20,000، الزجاج تاعهم مليح مش معاود، وكيما قلت الحجم تاعهم متوسط، الشكل تاعهم جاي هكذا، جاي مليح، عجبني عجبني الشكل هذا كيما راهو هكذا. الانسان اللي يكون عايش حياه بسيطه وقانع بالحياه، لما يشري حاجه كيما هكذا يحس روحه ملك الدنيا باللي فيها، يحس بواحد السعاده ما على باليش، تحس فرحه خارجه من العينين، فرحه هكذا، فرحه فرحه تاع شرينا حاجه جديده. العقوبه ان شاء الله نديروا حاجه واحده اخرى، لحقنا يا ربي ان شاء الله ندير الحوايج اللي كنت ساخفه عليهم كامل. رمضان العشر الأوائل تاوعو هما تاع الرحمة، الحمد لله رب العالمين اللي قدرنا ربي على الصيام وعلى القيام وصمنا هذا العشر الأوائل، إن شاء الله ربي يزرع الرحمة في النفوس تاوعنا. العشر الأوائل أنا ركزت على العبادة، ما ركزتش على الأكل، كنت كي نفطر نفطر على الشربة وحدها، ما ندير فيها لا لحم لا دجاج، ما ندير والو، ندير غير شربة فريك وحدها، وكنت ندير بيض، بيض مشرشم، بيض نغليه في الماء، وكنت ندير ساعة ندير كسرة تاع الزيت، ساعة ندير مطلوع، ساعة ندير خبز الدار، ساعة ندير بريوش، وساعات نشري كيما نقولوا حنا نشري خبز من برا، خبز عادي هكذا. رمضان في النهار دايرته مباشره للصيام، ما كانش حاجه واحده اخرى، الصيام والصلاه. ياذن الاذان نفطر على الشربه، نروح نصلي، ومن بعد نروح نصلي صلاه التراويح في المسجد، بعد صلاه التراويح نرجع للدار ناكل هذاك البيض اللي شرشمته في الماء، ونشرب كش ما طيبت هكذا شويه حليب، لا كاين الحليب، نشرب شويه حليب ونروح نرقد، كي يلحق وقت وقت السحور نوض من السحر نشرب غير الحليب، حليب مع قهوه، وثاني نجوزو مع خبز ولا كسره ولا مطلوع ولا بريوش ولا خبز الدار. اسم هذوما العشر الاوائل كيفاه كملتهم انا، ما كاش حتى حاجه واحده اخرى، مركزه على الصلاه، على القرآن، على العبادة، الدعاء في كل وقت، وحاولت على قد ما نقدر أني ما نكثرش من الماكلة، ونجرب الإحساس تاع الإنسان اللي ما يلقاش وش يأكل في شهر رمضان، إنسان فقير، إنسان اللي ما عندوش، نحسه بالزواولة. الحمد لله اللي عشت التجربة وقدرني يا ربي، صمت هذوك العشر أيام، الحمد لله رب العالمين. كاينين زواوله بزاف، الزوالي هذا عنده عزة النفس، الزوالي عمره ولا يقول لك راني زوالي، لكن ربي دار هذا فقير وهذا غني، ودار دار الفرق ما بيناتهم، وعطى الغني ونحل الفقير، ويشوف ربي يمتحن الفقير، يشوفه يصبر ولا ما يصبرش، يشوفوا يرضى بحكم ربي ولا ما يرضاش، وعطال الغني عطالو المال وكثر له، ويشوف في الغني هذا كيفاه راح يصرف في المال، رايح يجهل، رايح يطغى، رايح كيما نقولوا حنا يخبي المال هذا يديه غير ليه، والا رايح هذا الغني يقول لك انا الدراهم هذو عطاهم لي ربي سبحانه، رايح نخصص منهم مبلغ للسائل
والمحتاج يعني والفقير. ربي راه يمتحن في العباد، يمتحن في الفقير مع الفقر تاعو، يشوفو يصبر ولا ما يصبرش، ويمتحن في الغني اللي مدلو ربي المال بزياده، ويشوفو ثاني رايح كيما نقولو حنا يستعمل المال هذا في الخير، والله رايح كيما نقولو حنا يستعمله في الشر. اه واش نقول انا؟ نقول الحمد لله رب العالمين، كملنا العشرة الاوائل تاع الرحمه، وغدوه بربي ان شاء الله رايحين ندخلوا في العشرة الاواسط اللي هما تاع المغفره. ان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام، ان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام، ان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام. انا اليوم كملت العشرة الاوائل كما كنت مديره البرنامج التاوعي، نصوم العشرة يعني نصوم 9 ايام، اليوم العاشر ندير ماكله، نزيد ندخل في العشرة الاواسط اللي كنا ملحيين وكتب ربي ولحقنا ربي نصوموا هذو العشرة الاواسط، ثاني نصوم 9 ايام، واليوم العاشر يعني ندير ماكله مليحه. العشرة الاواخر ثاني نفس الشيء تاع العشرة الاواخر تاع العتق من النار، نصوم ثاني على عادي على شربه وحاجه خفيفه يعني على قد ما نقدر، واليوم الاخر يعني اليوم العاشر ندير فيه ماكله. كما قلت انايا هذو 9 ايام اللي فاتوا كنت ندير غير شربه وحدها، لا لحم لا دجاج، ما نديرش سلطه، ما نديرش كما نقولوا التحليه، ما نديرش حلويه تقليديه، ما كان والو، ندير غير شربه وبيض مشرشم، وندير حليب مع قهوه، ونجوز مع خبز ولا كسره ولا واش كاين. هذا ما كان. اليوم بربي ان شاء الله درت، اليوم بربي ان شاء الله واش درت يعني اليوم بركه، ومن غدوه بربي ان شاء الله ندخلوا في العشره الاواسط، رايحه نولي كما نقولوا للعاده القديمه. اليوم واش شريت؟ شريت زعما هذه، شريت هنا عندنا نقولها كاكا بيجو حلوه الترك، هذه حلويات يعني فيها السكر. هذه اليوم شريت هذه حلويات تقليديه ثاني عندنا في المنطقه تاعنا وين نسكنوا حنا.